السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. في الجزء العملي الخاص بمادة التحليلات الهندسية سوف يتم استخدام برنامج الماتلاب. لهذا أول مقطع حيكون كيفية تنصيب برنامج الميل للطلاب اللي ما عرفوا شلون ينصبون البرنامج. نبدأ وياكم. أول شيء نتأكد إنه النت منقطع، هاي أول شغلة. ثاني شغلة ندخل وياكم، أنا عندي نسخة بالفلاش أخذتها من القسم للماتلاب 2013. ابدي انزل عليه، اجي المن الى السيت اب، قل له يس، ابدي انصبه. طبعا انا الويندوز مالتي ويندوز 10. استخرج ملفات، راح ينفتح نافذة حوار. بما انه احنا قلنا راح نطفي النت، فراح نقول له انه احنا without using the internet، انستال without using the internet، احدده واقول له next. yes next. هل عندك؟ قل له عندي الفايل، فاجي لملف التفعيل، افتح هذا الملف، اخذ هذا الجزء اللي هو بدون انترنت، كوبي بيست، بعدين نقول نيكست نيكست نيكست. هسه راح نوقف وياكم المقطع الى ان يتم اكمال التنصيب. نرجع وياكم هنا. طبعا اكتمل التنصيب، راح نقول نيكست نيكست، راح نقول له بدي يقول لك هنا هل انت في الانترنت؟ نقول له نعم. هل عندك الملف؟ نقول له يس. اول شغله احنا سويناها انه هذا ملف التفعيل نسخناه وودينا للسي. هسه راح نجي من هنا، راح نختار وين نروح، نروح الى السي، ندخل النوب على ملف التفعيل، راح نلقى هذا الملف، نقول له نيكست، نقول له نيكست، راح ينتهي فينيش التنصيب. نطلع من الفلاش. طبعا اهم شيء قلنا نتاكد انه النت احنا مطفينا، سوينا اجكت الفلاش بعد ما عدنا شغل فيه. هسه نجي نشغل البرنامج. راح تبعون انه بالشاشه ما موجود البرنامج، راح نجي هنا ونروح، راح موجود هنا نلقى اللي هو الضاف بالجديد، او نروح على حرف الام راح نلقى فولدر اللي هو هذا مال ماتلاب. رايت كليك علي، راح نقول له مور، بعدين نقول له انه اوبن فايل لوكيشن. ورا ما قلنا اوبن، هاي النسخه مجرد نسويها سين تو ديسكتوب، راح الديسكتوب، نطلع ندخل عليه، طبيعي راح ينفتح عندنا البرنامج ما بي اي اشكاليات. واكثر الطلبة طبعا انه نصبته تلقائي. هذا المقطع للي عنده اشكالية في تنصيب البرنامج. دمتم بامان، شكرا جزيلا للمتابعة، لا تنسون الاشتراك في القناة والمتابعة. بالتوفيق.